بدور على طريقة أعرف أتواصل بيها معاك. أنا عارفة فريدة إن أنا حطيتك في موقف بايخ، بس صدقيني غصب عني كنت مضطرة أسافر. كل اللي أنا عارفة إن أنت سبتني لوحدي، سبتني من غير أي سبب. طب أقول لك إيه، أنا مش هعرف أطول دلوقتي في المكالمة، ممكن بس تديني ساعة، ساعة بس أأمن فيها اتصال وهكلمك على طول. لا 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 لا، ما تقفلش ما تقفلش وفهمني. هفهمك كل حاجة، اديني بس ساعة، ساعة بس بالظبط هأمن اتصال وهكلمك. سلام، باي باي. فريدة هبعت لك فايل، اعملي لي سيت اب عشان نعرف نتكلم. سلام. ليه؟ لاني هربانه يا فريده، هربان. سيعز عليا اللي عملته معاكي، ووجودي على الويب العادي ممكن من خلاله يحددوا مكاني بسهوله، بس انا ما اقدرش اخسر كل حاجه في نفس الوقت مديون لك بتفصيل اللي عملته. طيب انت فين دلوقتي وانا هجيلك؟ يا ريت يا فريده، بس انا نفسي ما اعرفش بكره هبقى فين، بس الاكيد ان الديب ويب امل لي دلوقتي، مش ضامن هبقى موجود على الويب العادي امتى تاني. هربت ليه؟ زي ما تحبي، نخش في الموضوع على طول. انا كان ليا شغل تاني بعيد عن سياحه اليخوت. شغل ايه؟ هيبقى امل لك انك ما تعرفيش. وانت لسه بتشتغل الشغل ده صح؟ مش عايز اكدب عليك واقول لك لا، بس انا اوقات كتير كنت ببقى عايز اصالحك، ويمكن ده اللي خلاني معترض على فكره الجواز بسرعه. معاك حق، انت كان معاك حق، انا اتسرعت. بس كان بجد فريده، انا يمكن ما عرفتش اوقف شغلي بس عشان ما خدتش الفرصه اني اتغير، بس صدقيني والله العظيم انا لو كنت خدت الفرصه دي كانت حاجات كتير هتغيرت. انت فين دلوقتي؟ وما دام مش عايز تقول لي بتكلمني ليه؟ لان من حقك تعرفي انا ليه مشيت، تعرفي اني رحمتك من مصير اسود لو كنا اتجوزنا واتقبض عليا بعدها. عايز حاجة تانية؟ هتوحشينا يا فريدة.